السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم إخواني الكرام. موضوع هذا الفيديو: محمد صلاح يغرد منفردا على هدافي الدوريات الأوروبية. انفرد الدولي المصري محمد صلاح بقمة الصراع على الحذاء الذهبي للموسم الجاري، وذلك بتسجيل هدفه 30 في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث في المباراة التي انتهت 3-0 مساء السبت. وتفوق صلاح على الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الذي لم يسجل أمام فالنسيا، ليبقى ثانيا برصيد 29 هدفا، في حين افتتح لويس سواريز التسجيل في المباراة التي انتهت للبارسا بنتيجة 2-1. وفي الدوري الألماني اختتم البولندي روبرتو ليفاندوفسكي الذي حل بديلا في مباراة بايرن ميونخ وبروسيا مونشنغلادباخ بالدقيقة 70 خماسية فريقه في المباراة التي انتهت بنتيجة 5-1. وغاب مورو إيكاردي عن التسجيل في مباراة أتلانتا وإنتر ميلان بالكالشيو والتي انتهت بنتيجة التعادل السلبي. وأيضا لم يرفع هاري كين رصيده من الأهداف في مباراة توتنهام ومانشستر سيتي والتي انتهت بنتيجة 3-1 بالبريمير ليج. وإليكم إخواني المتابعين ترتيب هدافي الدوريات الخمس الكبرى. أولا يأتي في المركز الأول محمد صلاح برصيد 30 هدفا، ويأتي في المركز الثاني ليونيل ميسي برصيد 29 هدفا، أما يحل في المركز الثالث روبرتو ليفاندوفسكي برصيد 27 هدفا. إن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، ودمتم في رعاية الله. إذ أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك بالقناة.